وهلا رح نبلش بالعيون. عم بستعمل هيدا اللون يلي هو براون، بس براون محمر. تحت الحاجب رح استعمل لون البيج المات. عم بستعمل كريمي اي شادو تحطه على الليد مشان يعطينا قوة للاي شادو اللي رح استعمله، لأن اللون اللي رح استعمله لون البيج. وتنثبت الكريمي اي شادو من الأحسن انه نحط فوقه اي شادو يكون بنفس اللون تقريبا. رح اعمل بلاندينج للون الاسود اللي حطيته من تحت. وهلا عم بستعمل لون بوردو تحت العين وادمجه مع القلم الاسود. رح استعمل لون البني رقمه 610 على اللاش لاين. عم بستعمل ارجع لون بوردو كمان على الكريس. هلا عم بستعمل لون الاسود كمان على اللاش لاين ومده شوي صغيره لبرا. عم بستعمل 602 من الليب لاينر. من الارتست نود كريم عم بستعمل رقم 04. وهلا عم نقوي الكونتورينج بالباودر حتى البلاش كمان. رح بش فيكساتور قبل ما احط الهايلايتر، فاستعمل هايلايتر بهيدا اللون. ان كنت رشه مستند فيكس قبل الهايلايتر هيدا الشي بخليه يضوي اكتر ويضاين اكتر.